زي ما انتوا شايفين كده جايبه لكم النهارده كوكيز تحفه بجد تحفه. بصوا عامل ازاي، بصوا من جوه طري ومن بره مقرمش بجد تحفه. لو عايزه تعرفي الطريقه كملي معايا الفيديو للاخر وانت مش هتندمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل الكوكيز بطريقة سهلة جدا جدا في البيت. زي ما انتم شايفين المقادير بتاعتي، كوبايتين من دقيق الكوكيز. انا ده الدقيق ده جبته جاهز من المكان اللي بيتباع فيه ادوات الترط والحاجات دي، فانا جبته ده دقيق بتاع الكوكيز كوبايتين. طبعا انا هعمله بالشوكولاتة، فهو ايه انا جبته بالكاكاو. زي ما انتم شايفين كده دول كوبايتين، وعندي كوبايه زبده، وعندي بيضتين، وعندي سكر. زي ما انتم شايفين كده السكر هو المفروض ان هو ان الكوكيز بيتعمل بسكر البني. طبعا انا مش متاح عندي سكر البني، فحطيت عليه معلقه عسل اسود بقى بالشكل ده. ده بديل طبعا السكر البني. وعندي طبعا هنا زي ما انتم شايفين كده كوبايه شوكولاته شيبسي. زي ما انتم شايفين كده دي جبت كوبايه اهي. هنبتدي نعمل المقادير بتاعتنا. هنضرب السكر مع الزبده. بصوا زي ما انتم شايفين دي كوبايه سكر، كوبايه الشاي دي، تمام كده. هخلطهم كده الاول عشان ادوب الزبده خالص، وبعد كده هضربهم بالمضرب بتاعي الكهربائي كده عشان اتاكد ان هي دابت خالص. طبعا انا عندي فانيليا، هبتدي اضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي وهرجع لكم. رجعت لكم دلوقتي بعد ما ضربت البيض مع السكر والزبده بقى بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنزل بقى الدقيق حبه حبه واخلطهم كويس جدا. دي كوبايتين دقيق. طبعا المعيار اللي انت بتعملي بيه بتعايري بيه الدقيق هتعايري بيه الزبده. طبعا السكر ما فيهوش، الدقيق ده ما فيهوش سكر كتير. كده انا دلوقتي مش انا بقلب، يعني مش بضرب، انا بقلبه مش بضرب. معاه بالشوكة احسن، هقلبه بالشوكة كده. كده زي ما انتم شايفين هحط بايدي الكميه بتاعت الدقيق واخلط. كده كويس جدا. وهبتدي احط الشوكولاته الكوبايه. طبعا حطيت واحد فانيليا في قلب البيض، يعني ضربت البيض مع السكر مع الزبده مع وبعد ما ضربتهم خالص حطيت الفانيليا، وبعد كده حطينا الدقيق بتاع الكوكيز وكمان الشوكولاته. بصوا كده كده اختلط كويس جدا. بعد ما نضربهم كويس جدا جدا كده هناخد الطبق ده نحطه شويه كده ربع ساعه في الثلاجه، واول ما يطلع من الثلاجه هنبتدي نشتغل عليه عشان ما ينفعش نشتغل عليها كده وهي طريه.
زي ما انت شايفين كده، طلعتها من الفريزر، حطيت ورق زبدة، حطيت الكوكيز كور كده، هدخلها الفرن، كوني طبعا مولعة الفرن قبل ما نكورها، وبعد كده ايه تدخلها الفرن، لازم تكون الفرن والعة قبلها ب10 دقايق. تمام كده، هدخلها الفرن وهرجع لكم. زي ما انت شايفين كده طلعت الكوكيز اهو، بصوا هسيبه كده لحد ما يبرد. تمام كده، رجعت لكم بعد ما خلصنا الكوكيز، بصوا بقى بالشكل ده، بصوا حاجة بقى كده تحفة، بصوا من جوه طري ومن بره مقرمش جدا، بجد تحفة، حلوة قوي قوي قوي. بصوا عملت الكمية دي، يا رب يكون النهاردة الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.